السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة المساء من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أن أبقى وفيا للعهد الذي قطعناه، نحن الصحراويين تحقيقا لأهدافنا أو نقلا عن آخرنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة. يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل وتخندقات الجيش الملكي الجبان في مختلف القواعد المعادية، مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حسب ما ورد في البلاغ العسكري الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وزارة الدفاع الوطني، المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، بلاغ عسكري. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم. استمرارا للحرب التحريرية المظفرة التي يخوضها أبطال جيشنا البواسل، استهدفت وحدات متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، واقع وتخندقات جيش العدو المغربي بجدار الذل والعار، حيث تم استهداف قواعد جيش الاحتلال الجبان بمنطقة العقد بقطاع المحبس مرتين متتاليتين، ما خلف خسائر معتبرة بين صفوف الجيش الملكي. وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدف معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. بالبندقية ننال الحرية. وفي النشاط الرئاسي، استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي بمقر الرئاسة المحامي إيمانويل دوفير عضو فريق المحامين المكلف بالترافع أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية نهب الثروات الصحراوية. استقبل رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية المحامي إيمانويل دوفيرز عضو فريق المحامين المكلف بالترافع أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. وقد رحب رئيس الجمهورية خلال اللقاء بالمحامي إيمانويل وثمن مجهودات فريق المحامين فيما يخص المرافعة عن حق الشعب الصحراوي في سيادته على ثرواته، والتي تكللت بنجاح منقطع النظير وانتصر الحق فيها على الباطل. وقد تناول اللقاء القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر الجاري، والقاضي ببطلان أي اتفاقية شراكة بين المغرب والمفوضية الأوروبية لشموليتها الصحراء الغربية، من حيث أنه حكم سيادي نهائي غير قابل للطعن وإلزام للدول والقضاء المحلي لكل دولة شريكة مع المحتل المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
كما أكد المحامي إيمانويل على الأساس الجوهري للقضية الوطنية باعتبار الشعب الصحراوي وحده من يملك السيادة على وطنه وله الحق الكامل في تقرير مصيره وفي سيادته على ثرواته الطبيعية وكذا الشخصية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. وقدم المحامي إيمانويل دوفيرز خلال اللقاء وفريق العمل تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية حول المراحل التي مر بها مسلسل الترافع أمام المحكمة الأوروبية وكذا كيفية العمل مستقبلا في ظل الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية. nous avons été reçus pour la première fois par la présidence pour discuter des victoires historiques du peuple sahraoui devant les juridictions de l'Union européenne. Où le peuple a réussi à faire annuler deux accords internationaux qui étaient conclus entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et qui ont permis de spolier les ressources naturelles sahraouies à grande échelle. Ces victoires sont des victoires historiques sans précédent dans l'histoire de la décolonisation, évidemment importantes pour le peuple sahraoui, mais au-delà aussi au plan de la contribution du droit des peuples en droit international. L'objet de la discussion aujourd'hui, c'était de présenter les grands acquis des arrêts et de dégager les perspectives, parce qu'il est évident que les arrêts de la Cour maintenant arment le peuple sahraoui pour la libération totale du territoire et mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles par l'occupant marocain. وقد حضر اللقاء عضو الأمانة الوطنية الوزير المستشار المكلف بالشؤون الدبلوماسية بالرئاسة الجمهورية الأخ محمد سالم ولد السالك وممثل الجبهة بسويسرا ولدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف الأخ بشرايا البشير والأخ عبدات بريك المستشار برئاسة الجمهورية. محامي جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية حظى باستقبال رئيس الجمهورية واللي قدم له تقرير عن مسار التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية منذ بدايته إلى الآن، وقدم له الاستنتاجات الكبيرة اللي يتوصل لها الشعب الصحراوي في هذا من خلال هذه القرارات، واللي أبرزها بأنه الشعب الصحراوي الآن يقف على قاعدة أكثر صلابة فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير، فيما يتعلق بالسيادة على الثروات الطبيعية، فيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية لجبهة البوليساريو من أجل التقدم أمام المحاكم الأوروبية للدفاع والمرافعة عن حق الشعب الصحراوي وعن 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 حقوقه، وبالتالي هذا يخلق فرصة جديدة ومكسب جديد ويشكل أكبر رد وأكثر ضربة أولا لدعاية الاحتلال فيما يتعلق بأن الملف مغلق، ولكن أساسا ضد حتى الحلفاء الاحتلال داخل الاتحاد الأوروبي وأبرزهم فرنسا وإسبانيا اللي اتخذوا مجموعة من المواقف وحادية الجانب التي. وقد شكل حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير انتصارا لحق الشعب الصحراوي ولشرعية الدولية ونكسة كبيرة لدولة الاحتلال المغربي وحلفائه الذين يحاولون فرض سياسة أمر الواقع. وفي نفس الإطار وبحضور أعضاء المكتب الدائم للأمانة الوطنية والمجموعة المعنية بالمعركة القانونية، قدم محامي الجبهة إيمانويل دوفير وفريق مجموعة العمل الذي رافقه طيلة السنوات الماضية تقريرا مفصلا عن مسلسل الترافع أمام المحكمة الأوروبية وأفاق العمل المستقبلي تحت مظلة الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة المحامي بعد ربح جبهة البوليساريو المعركة القانونية ضد الاتحاد الأوروبي والتي فصلت فيها المحكمة الأوروبية حكمها التاريخي غير القابل للطعن والمتمثل في الإقرار بتمايز الصحراء الغربية عن المملكة المغربية وبطلان اتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية التي تشمل الصحراء الغربية لكونها طرفاً ثالثاً، وتمثيل الجبهة للشعب الصحراوي وتجذير الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو للمرافعة عن مصالح الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية. وبولاية أوسرد توجت فعاليات أشغال المنتدى النقابي التضامني مع الشعب الصحراوي بكلمة رسمية لعضو الأمانة الوطنية الوزير الأول، تطرق فيها لأهمية الحدث مبرقا من خلالها رسائل سياسية.
ختاما للمنتدى العمالي، الوزير الأول عضو الأمانة الوطنية خلال كلمته الرسمية شدد على أهمية العمل النقابي من أجل المرافعة عن الحقوق العمالية ومن ضمنها واقع العمال الصحراويين، مناسبة عرج فيها لدور المنظمة التاريخية في حرب التحرير الوطنية. اتحاد عام العمال السامي الحمراء والذئب على هذه المناسبة ذكرت 50 على تأسيسه. نحن كل عاملات العمال الصحراويين أينما كانوا، ولا رجعنا شوي للوراء كانوا العمال الصحراويين والعاملات الصحراويات هما العمود الفقري في المقاومة وفي النضال ضد الاستعمار الإسباني. كان العمال الصحراويين في الشرائق وفي التعليم وفي الصحة وفي كل المؤسسات الاستعمارية كانوا قايدين المعركة النضالية ضد الاستعمار الإسباني، وذا اللي عنه أكبر دليل هو تكريم الجماعة اللي كرمناها منذ دقائق اللي قاموا بالعمل الفدائي التاريخي ضد الشريط الناغل في الصفار. وضعية العمال الصحراويين في المناطق المحتلة كانت حاضرة في كلمته الختامية من خلال استنهاضها همة وتصعيدها مقاومة كما إدراجها عملا نقابيا. وهم اللي في الأرض المحتلة موجودين تحت التحت تحت الاحتلال وتحت التعذيب. العمال الصحراويين في الأرض المحتلة هم اللي في المواجهة اليوم على الاحتلال المغربي، وبالتالي العمال الصحراويين أينما كانوا اليوم في مقدمة المقاومة والصمود ضد الاحتلال المغربي، وعليه المقاومة والصمود عندنا هم في المخيمات وفي المؤسسات النجاح فيهم مرتبط بدور العمال والعاملات الصحراويين في المؤسسات التعليمية والصحية والإنتاجية وفي جميع المؤسسات. عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول حمل الوفود الأجنبية المشاركة رسالة خاصة تتجلى في مساندة شعبنا من خلال الآليات القانونية الضاغطة كما الإنسانية نصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال. نشكر كل الوفود النقابية المشاركة معنا، رجعتنا من بلاد بعيدة من أمريكا اللاتينية ومن إفريقيا، وجاتنا من فلسطين، وجاتنا من تونس، وجاتنا من القارة الأوروبية. نختار نحملكم رسالة على أنه منذ أيام محكمة العدل الأوروبية مرقت القرار اللي أظهر ذلك في البيان الختامي، وقرار لا رجعة فيه، قرار مات في طعن، قرار اليوم مطلوب تنفيذه واحترامه. هذا القرار مطلوب من الاتحاد الأوروبي احترامه وتنفيذه، ومطلوب من كل الدول الأوروبية احترام وتنفيذه، ومطلوب من كل الشرائط الأوروبية احترام وتنفيذه. وعليه أنتم لازم توصلوا وزراء خارجيتكم ووزارات خارجياتكم وبرلمانكم وشرائطكم ودولكم على أنه يجب احترام قرار محكمة العدل الأوروبية لأنه جزء من القانون الدولي. فإذن لازم كاملين نعملوا على أنه العالم بأسره والمؤسسات الدولية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قرارات محكمة العدل الأوروبية وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأفريقية لا بد من احترامهم ولا بد من العمل بهم. كما توج الوزير الأول كلمته شكرا للجزائر حكومة وشعبا ناظر موقفها الذي لا ينضب تجاه القضية الوطنية وكل حركات التحرر. وفي مقدمة مشاركين إخواننا وأصدقائنا وحلفائنا اللي رافقونا 50 سنة من الجزائر الشقيقة، الجزائر الخوار، الجزائر فاتح المغمر، هاي الجزائر اللي ما تخلات عن الصحراويين في كل الظروف، فأصعب الظروف الجزائر العشرية السوداء كانت الجزائر موجودة. الجزائر كانت معانا زمن الحزب الواحد، والجزائر معانا زمن التعددية، والجزائر جزاها الله خيرا شهداها وتاريخها والفاتح نوفمبر جعلوا على انها توقف مع كل الشعوب المظلومه، ولكن وقفت مع الشعب الصحراوي لان الشعب مظلوم عربي مسلم وجار. الحدث ابرق رسائل عده مشكلا بذلك حموله سياسيه وحقوقيه وفكريه بمقاصد تضامنيه نبيله مع كفاح شعبنا الابي.
عبرت الوفود المشاركة في فعاليات المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي عن تضامنهم مع عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب في عيدهم الوطني وتنديدهم بما يتعرض له العمال الصحراويين بالجزء المحتل من بلادنا. تتواصل لليوم الثالث والأخير مداخلات الوفود المشاركة في فعاليات المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في نسخته الثانية، والذي تحتضنه ولاية أوسرد، والذي يشارك فيه 45 وفدا نقابيا من 21 دولة من مختلف قارات العالم. المشاركين الأجانب الذين أبوا إلا أن يشاركوا العمال الصحراويين فرحتهم بعيدهم 50 عبروا من خلال تدخلاتهم عن مواقفهم وتضامنهم مع نضال وكفاح العمال الصحراويين، مطالبين في ذات السياق النقابات العمالية العالمية بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال بالأرض المحتلة من بلادنا، الذين يتعرضون للقمع والتنكيل والتهجير وقطع للأرزاق من قبل دولة الاحتلال المغربي وسياساتها. خيرت أن أتجول وأن أقيم بين خيام الشعب الصحراوي المضياف والكريم، ومن خلال عاداته وهويته الضاربة في التاريخ، عنواناً للصمود وعنواناً للحياة وعنواناً للانتصار، أرتجل هذه الكلمة. يقول شاعر تونس وشاعر الإنسانية جمعاء أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. كل الحرية وكل النصر لشعبنا الصحراوي. هذه المشاركة النوعية للأفود الأجنبية على قرار نقابات الجزائر، جنوب إفريقيا، نيجيريا، السنغال، موريتانيا وبوركينا فاسو، والتي تدل على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة اتحاد عمال الساقية الحمراء وادي الذهب داخل الهيئات النقابية الدولية والمنتديات العالمية، نظير علاقاتها وتجسيدا وتتويجا لخمسون عاما من النضال والعطاء المتواصل. هذا هو شاهد المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي المقام بولاية أوسرد، تقديم مجموعة من التكريمات لعمال قدموا مجهودات طيلة مسيرة حرب التحرير. يوم الختام من فعالية المنتدى العمالي الصحراوي المقام بولاية أوسرد حظي بتقديم تكريمات وتحفيزات من طرف المنظمة في جوانب عدة: جانب الإدارة والتسيير على المستوى الجهوي والمحلي، أين حصلت ولاية أوسرد المرتبة الأولى. أما على المستوى المحلي من ولاية العيون دائرة أمقالة، ومن ولاية أوسرد دائرة ميجك، من ولاية السمارة دائرة التفاريتي، من ولاية الداخلة دائرة نيجير، أما من ولاية بوجدور فكانت المرتبة الأولى من نصيب دائرة 27 فبراير. كما قدمت تكريمات أيضا في ميدان التعاونيات على المستوى المحلي، حيث فازت دائرة الجلتة من ولاية العيون بالمرتبة الأولى، ودائرة بيرغندوز من ولاية أوسرد، دائرة حوزة من ولاية السمارة، دائرة بيرنزران من ولاية الداخلة، ودائرة 27 فبراير من ولاية بوجدور. أما في مجال البحوث فقد فاز المقاتل أحمد محمود من الناحية العسكرية الخامسة، حيث تحصل على المرتبة الأولى في هذا المجال، كما تحصلت الأخت فاطمة محمد علي من دائرة أقوينت بالجائزة الثانية. هذا المنتدى اختتام تم اليوم، في نهاية المنتدى تم تكريم بعض العمال اللي ساهموا طيلة 50 سنة على مستوى أساسي ومحلي وجهوي، وكتاب محليين جهويين، وكانت فمت فيها تكريمات أيضا لبعض البحوث والمسابقة الكبرى التي كانت طيلة ذي الشهر مفتوح بابها لجميع المشاركين. وتضمن المنتدى العمالي الصحراوي الذي استضافته ولاية أوسرد أنشطة وبرامج ذات طابع مميز، وكان فرصة سانحة للمشاركين للتعريف والمرافعة عن القضية الوطنية.
شدد البيان الختامي للمنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في نسخته الثانية المنعقد بولاية أوسرد، شدد على ضرورة تفعيل دور النقابات العمالية، وطالب بتكثيف الضغط على الحكومات المتورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وكذا استنكاره لما يعانيه الصحراويين العزل بالأرض المحتلة ومناطق جنوب المغرب. أهم ما جاء في البيان الختامي مع الزميل المد المختار لرباس. توجت أشغال المنتدى النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي ببيان ختامي من 4 فقرات، وتمت قراءته ب4 لغات، العربية الإسبانية الفرنسية والإنجليزية، مؤكدين بها المشاركين في المنتدى على ضرورة عقد ملتقيات ومحطات من هذا المستوى لما لها من أهمية وأثر في توحيد وتعزيز جهود العمل النقابي المشترك. البيان الختامي جدد الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي برمته إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، كما طالب بضرورة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معربين عن إدانتهم لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، وكذا ما يعانيه الصحراويون العزل في الأراضي المحتلة ومناطق جنوب المغرب من سياسة بيز عنصري وتهميش وإقصاء ممنهج. ومن جهة أخرى، ثمن البيان عاليا قرار محكمة العدل الأوروبية التاريخي القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الزراعية، بل كل استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية ومياهها الإقليمية. كما أكد البيان الختامي في الأخير على عدة توصيات تصب في مجملها على ضرورة مواصلة التضامن النقابي وتعزيز جهود التضامن النقابي ومرافقة الاتحاد العام للعمال الصحراويين والوقوف إلى جانب العامل الصحراوي في نضاله العمالي حتى نيل الحرية والاستقلال. نبقى بولاية أوسرد، وضمن فعاليات وأنشطة المنتدى النقابي الدولي الثاني للتضامن مع الشعب الصحراوي، تم تنشيط طاولة مستديرة حول مسار المنظمة العمالية الصحراوية وتطورها منذ نشأتها. أطرها الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين، تناولت أبرز المراحل التي مر بها الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وتطويره، والعلاقات التي تربطه مع الاتحادات النقابية العمالية. شهدت الطاولة نقاشا مستفيدا عن التجربة العمالية الصحراوية ومسار الاتحاد العام للعمال الصحراويين في خضم حرب التحرير وواقع الاحتلال والتشريد واللجوء. وأكد المشاركون في تأطير الطاولة على الدور البارز للعمال الصحراويين على مدار الحقبة التاريخية لكفاح الشعب الصحراوي، فضلا عن تطور المنظمة العمالية الصحراوية ودورها في المرافعة عن القضية الوطنية العادلة داخل الأوساط النقابية الدولية، وتوسيع دائرة التضامن ودور العمال الصحراويين بالجالية داخل ساحتها. الأمين العام للحكومة محمد الشيخ محمد الحبيب مقيزلات تحدث خلال تجربته كأمين عام سابق للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب عن السياق التاريخية للنضال العمالي وتطوير المنظمة، متطرقا في عرض كرونولوجيا لمسار مؤتمرات الاتحاد ومحطاته ودور امتداداته. بدوره مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد سابقا محمد التهامي، تحدث عن صعوبة البدايات وقدرة الشعب الصحراوي على اجتيازه بتفرد كرًا بشهداء الساحة العمالية الصحراوية. المشاركة الدولية استهلها الأمين الجهوي لاتحاد العمال الجزائريين بولاية تندوف عبد الجليل بوهي، تبعا بمداخلة لعضو المكتب الوطني للعمال الجزائريين ملكة بوطاوي وخوسي ارتيضا عن نقابة نيكاراغوا، والذين أبدوا إعجابهم الكبير بالتجربة العمالية الصحراوية تحريرا وبناء. الطاولة التي أطرها الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين في أحمد محمد خرجت بضرورة توحيد ومرافعة النضال العمالي الصحراوي وتعزيز تجربته بما يخدم أهداف الشعب الصحراوي وكفاحه العادل في الحرية والاستقلال. وضمن أشغال المنتدى النقابي دائما، تم مساء أمس تنظيم حلقات نقاش حول آليات الترافع وحقوق العامل تحت الاحتلال.
ثلاثة أيام من المداولات لمختلف الأنشطة والمواضيع التي تخص العامل الصحراوي جاء بها المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع شعبنا بولاية أوسرد، وتنوعت مضامينها لتحلل واقع العامل الصحراوي في جبهات الفعل والنضال وعلى أكثر من صعيد. وجاء المنتدى النقابي الدولي ليضع حيزا هاما للعامل الصحراوي ويقترب من تجربته الذاتية التي تجلت معالمها في بناء المؤسسة الصحراوية بكل اختصاصاتها رغم اللجوء والشتات والاحتلال. النقاشات كانت كافية ليظهر العامل الصحراوي قدرته على مواكبة التطورات الحاصلة من حوله والتحديات المحيطة به، إلا أنه برهن على استعداده مواصلة الدرب، وأكبر دليل احتفاله بخمسين سنة من الصمود. وفي ختام هذا الحدث العمالي بامتياز، أصدر المنتدى توصيات للنقابات حول العالم، والرأي الدولي جاء فيها مواصلة وتشبيك العمل النقابي التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي ووضع خارطة عمل مشتركة، تعزيز جهود التضامن النقابي الدولي والعمل على توسعة دائرة التعريف بالقضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مرافقة الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وامتداداته التخصصية، والوقوف إلى جانب العمال الصحراويين ونضال شعبهم من أجل حياة كريمة في كنف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العمل على إحقاق الحقوق العمالية ودعم المنتدى لكل القضايا العمالية العادلة عبر العالم، دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود للمرافعة لمكافحة الاستعمار بكل أشكاله، العمل على تحقيق المبادئ والمثل العمالية العليا من أجل عالم يكفل المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. المنتدى النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي، ولاية أوسرد، مخيمات اللاجئين الصحراويين، في 22 أكتوبر. وفي أخبارنا الجهوية، وبولاية السمارة وبحضور عضو الأمانة الوطنية وللولاية العز بوبيه، اختتم مشروع ورش 2030 بعد عام ونصف من الترميمات وخدمات الترصيص الصحي التي شهدتها المراكز الصحية جهويا ومحليا على مستوى الولاية. اختتم بولاية السمارة مشروع ورش 2030 الهادف إلى تحسين جودة العمل والصحة من خلال ترميم المراكز الصحية وصيانة الصرف الصحي وتوفير مستلزمات النظافة بالمستوصفات، باعتبارها مراكز صحية جوارية تقدم عديد الخدمات للمواطن. نحن اليوم نختتم بعد سنة ونص نختتم مشروع شبكة المياه والصرف الصحي بولاية السمارة، واللي كانت تشرف عليها وتمولها جمعية الأندلس. وعلى كل حال هذا المشروع طال دوائر الولاية والمستشفى الجهوي، وحقيقة كانت النتيجة في المستوى المطلوب، لأنها خلات يعني آثار وخلات حتى ارتياح بين المواطنين بعد انتهاء الأشغال وتسليم يعني المستوصفات لأهل للدوائر، وهذا كان هناك ارتياح. حضرت معنا الوالية اليوم وشكرت الجمعية على كل حال على هذا المشروع اللي حقيقة كان ملحوق عليه أصلا، ونعتبره أنه مشروع في المستوى. الاختتام باشرته عضو الأمانة الوطنية وللولاية الأخت العزة بوبيها ومنسقة المشروع عن جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بإشبيلية المنفذة للمشروع الممول من الحكومة الأندلسية، الشركاء في المشروع المديرية الجهوية للبناء والإعمار ومكاتب دراسات ومديريات المستوصفات المحلية ومنسقات المشروع وممثلو المجتمع المدني. عضو الأمانة الوطنية وللولاية وخلال كلمتها بالمناسبة أكدت على أهمية المشروع في توفير أرضية عمل صحية لعمال قطاع الصحة، ما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة. ليتم تقديم شرح مفصل عن مراحل سير المشروع خلال عام ونصف،
كما تم عرض أشرطة فيديو توثق مراحل الترميم والمراكز الصحية في شكلها النهائية وأراء القائمين عليها. وأعطى مشروع واش 2030 دفعة قوية للخدمات المقدمة بالمراكز الصحية بتهيئتها وتزويدها بأنظمة حديثة في الصرف الصحي ورسكلة النفايات وتوفير شروط النظافة. وبولاية العيون ومن أجل إبقاء التراث الصحراوي حاضراً عند الأجيال، أطلقت وزارة الشباب والرياضة المسابقة الوطنية في مجال الموروث الثقافي، وذلك بحضور وزير القطاع الأخ حسن تشبلل ووالي الولاية الأخ الغوث ماموي والأطقم المحلية والجهوية لمديرية الشباب والرياضة. أشرف مساء يوم أمس وزير الشباب والرياضة الأخ حسن محمد شبلل إلى جانب والي ولاية العيون الغوث ماموني على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية للمسابقة الجهوية للألعاب التقليدية. عملية الانطلاق حضرها أطقم الشباب والرياضة على المستويين الجهوي والمحلي وأعضاء من المجلس الجهوي. وخلال حفل الانطلاق تم استعراض جميع الفرق المشاركة لإحياء الألعاب التقليدية من أجل غرسها في الأجيال الصاعدة وكذا الحفاظ على التراث الشعبي الصحراوي من الاندثار. كانت لنا فرصة وكان لنا الشرف أيضا لحضور انطلاق المسابقة الوطنية للألعاب التقليدية والتي انطلقت في جميع ولايات الوطن. هذا البرنامج يأتي من أجل إحياء التراث الوطني الصحراوي ومن أجل قرص هذه التراث وهذه العادات والتقاليد في الأجيال الصاعدة من أجل ممارسة هذه الألعاب التقليدية التي هي جزء لا يتجزأ من العادات والتقاليد الصحراوية. تأتي هذه كخطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى تنمية القدرات الرياضية للأطفال وزرع روح المنافسة واكتشاف المواهب. وكانت المنافسة بين دائرتي القلتا والشيرك أولى دوائر منافسة على الألعاب التقليدية والتي تنشق إلى قسمين، منها رياضات شعبية وألعاب تقليدية. اليوم في افتتاح والله زاد تدشين أول يوم للألعاب التقليدية اللي منطلقة في ولاية العيون كأول يوم. عندنا الألعاب التقليدية تنشق إلى قسمين، عندنا رياضات شعبية وعندنا ألعاب تقليدية. الألعاب التقليدية هي تتمثل في ضامة والسيق ونيروبا، والرياضات الشعبية تتمثل في شرتات وتتمثل في مطالبات وكبيبة. وعندنا طبعا أعمار محددة للألعاب الأطفال. اليوم منطلقين في ذا البرنامج مسابقة جهوية على مستوى ولاية العيون بين الدوائر. اليوم كانت عندنا افتتاح دائرة القلتة ودائرة الدشيرة وكان الحمد لله في المستوى، وإن شاء الله نتمنى عنا دائما نتموا على ذا الموروث ولا ننساوه، دائما نتموا نعلموه لأولادنا، ياك تبقى دائما ثقافتنا وتراثنا حيين من جيل لجيل. وتسعى الوزارة على تجسيد التراث الشعبي الصحراوي وإحيائه وإعادة توصيفه ليكون مرجعا دائما تتناقله وتتوارثه الأجيال في صورة هادفة وبناءة. من إذاعة وتلفزيون الزملاء، مريم سالم، ولاية العيون. وفي أخبار المدن المحتلة من بلادنا، تواصل الجماهير الصحراوية بمدينة الداخل المحتلة المكلومة المحاصرة وقفاتها الاحتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية وتمادي دولة الاحتلال الإرهابية المجرمة في سياسة التضييق والتفقير والتهميش والقمع والتجويع والعنصرية إزاء الصحراويين. من محاميد القزلان إلى الجويرة. وسط حصار بوليسي خانق وبشكل تصاعدي، انطلقت النساء الصحراويات بمدينة الداخل المحتلة منذ نهاية الأسبوع الماضي في وقفات احتجاجية متواصلة مدعومات ومساندات من قبل المجموعات المكونة لإطار الموحد للمعطلين الصحراويين بالداخل وعائلة المختطف الصحراوي الحبيب قريشي وضحايا المناقبين عن الذهب وملاك القراير وملاك القوارب المعيشية وكل الفئات المهمشة، دون أن ننسى ضحايا القمع والتسلط والظلم الذي تمارس دولة الاحتلال الإرهابية. الوقفات طلبت من خلالها المشاركات باحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين وإيجاد حماية دولية لحقوق الإنسان، خصوصا ونحن على أبواب اجتماع مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل استفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مهامها مراقبة وحماية حقوق الإنسان، كما أشادت المشاركات التي ظللنا يقارن
آخر نشارات وطنية بأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبات بآلية لفرض احترامها، خصوصا وأن سياسة التفقير والتهميش والإقصاء والمنع والحرمان التي تنتهجها دولة الاحتلال الممنهج منذ الاجتياح العسكري لبلادنا في 31 من أكتوبر 1975 ضد الصحراويين، وسياسة الاستيطان التي جعلت من الصحراويين مواطنين أقلية في وطنهم، وجعلت الصحراويين في الدرجة الأخيرة في الاهتمامات والحقوق، ويتجه الوضع حسب المتابعين مدينة الداخل المحتلة إلى التصعيد والتحول من وقفات إلى مسيرات على قرار المسيرات على خلفية اختطاف الشاب الصحراوي لحبيبة غريشية، والتي قمعت بوحشية من طرف قوات قمع دولة الاحتلال الإرهابية المجرمة. وفي ذات الإطار دخلت عائلة أهل غريشية اليوم يومها 988 من الاعتصام المتواصل منذ تاريخ الاختفاء في 7 فبراير 2022 للمطالبة بالكشف عن مصير ابنها، مشددة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة ومن خلالها بعثتها من أجل استفتاء مسؤولية إزاء جرائم الحرب التي ترتكب دولة الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في إقليم واقع تحت مسؤولياتها في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار. كما يواصل الإطار الموحد للمواطنين الصحراويين في الداخل وقفاته الاحتجاجية تحت شعار الميدان بيت المعطلة، للتعبير عن استيائهم من تفاقم الأوضاع المزرية التي يعيشها السكان والشباب، وعلى وجه الخصوص والاستعداد للاستماتة من أجل انتزاع حقوقهم المهضومة لسنوات، وأن لا خيار دون الميدان، ومحاولة إبقاء صدى صوت المعطل بالشارع دون ملل، وتجديد خطوات التصعيد، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال. في تدخله على شاشة قناة فرنسا 24 الناطقة بالعربية، أكد ممثل الجبهة بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمة الدولية بجنيف الأخ بشراي البشير أن جبهة البوليساريو لم تقبل أبدا بتقسيم الإقليم مع أي جهة كانت، خلافا للمغرب الذي قبل بتقسيمه عام 1975. في تدخل على شاشة قناة فرنسا 24 عربية، شدد السفير بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ضد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أن جبهة البوليساريو لم تقبل أبدا بتقسيم الإقليم مع أي جهة كانت، خلافا للمغرب الذي قبل بتقسيمه سنة 1975، مشيرا أن ما يجري الآن يعطي انطباعا حقيقيا أن المجتمع الدولي بدأ يتكون لديه الإحساس بتوتر الوضع وبأن هناك مشكل موجود مستمر في الصحراء الغربية عكس ما كان يدعي المغرب. إلى ذلك يضيف المتحدث أن ما ورد في إحاطة ديمستورا هو تسليم ضمني باستحالة تعايش الشعب الصحراوي مع السلطة المغربية تحت سقف واحد، وهو ما يعني استحالة تطبيق الحكم الذاتي الذي يردده المغرب. كما يبعث أيضا برسالة إلى الدول التي تدعم المغرب بأنها ارتمت في أحضان المجهول في ظل تأييد هذا مقترح المبهم وغير الواضح. وفي تعليقه على مسألة الشقة المتعلقة بتسليم المنطقة الجنوبية للصحراء الغربية للدولة الصحراوية، شدد الدبلوماسية الصحراوية أن ذلك نابع من الاستنتاج المتزايد لدى المجتمع الدولي بقدرة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو على إدارة دولة مستقلة تكون إضافة مهمة لأمن واستقرار المنطقة، ما يعني بشكل أوتوماتيكي ضغطا للدعاية المغربية وسرديته التي تتبنى خطابا مخالفا لهذا الواقع الذي أصبح مسلما به على المستوى الإقليمي والدولي. وفيما يخص تقرير الأمين العام الأخير وإحاطة ديمستورا، أضاف السفير الصحراوي أن ما ورد فيها من حقائق هو تأكيد فعلي على أن ملف قضية الصحراء الغربية أبعد مما يكون مغلقا، وبأن حق الشعب الصحراوي لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها في مقترح يخص الحل النهائي للنزاع في الصحراء الغربية، مشيرا في السياق ذاتها أن مقترح المغرب لن يحظى بإجماع دولي، وهو ما يفسره إلى جانب إحاطة ديمستورا وتقرير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن.
والقرار الذي صادقت عليه مؤخرا اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار، حيث شددت على الإطار القانوني للإقليم بصفته غير مستقل ذاتيا، ومحكمة العدل الأوروبية التي بدورها ردت على بعض الدول الأوروبية بشكل صريح وواضح. وفي معرض رده على السؤال حول بوادر فشل جهود المبعوث الأممي، جدد المتحدث التذكير والتأكيد على أن السبب الرئيسي والوحيد هو انقلاب المغرب على جوهر ما تم الاتفاق عليها مع جبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة، وما تم بموجبه نشر بعثة المينورسو لتنظيم ستة تقرير المصير مفتاح للحل. وفي ختام تدخلي خلصت الدبلوماسية الصحراوية وبشراي البشير إلى أن سردية المغرب المطللة رد عليها ستيفان دي ميستورا، ومن قبله محكمة العدل الأوروبية لمرات متعددة، وأيضا الاتحاد الإفريقي، مشددا أن تجاهل الرباط لهذه الحقائق والاستمرار في مقامراتها الاستعمارية في الصحراء الغربية ليست في مصلحة المغرب ولا الشعبين الصحراوي والمغربي ولا المنطقة برمتها. بمقر تمثيلية الجبهة وبحضور ممثل بلادنا بإسبانيا الأخ عبد الله العربي، عقدت التنسيقية الإسبانية لجمعية التضامن مع الشعب الصحراوي جلسة عامة لتحليل الوضع الحالي في الصحراء الغربية وتنسيق العمل التضامني لدعم الشعب الصحراوي. في مستهل الاجتماع قدم الأخ عبد الله العربي تقييما مفصلا عن الأوضاع القائمة في مختلف مجالات الكفاح الوطني والتطورات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي رافقتها، مركزا بشكل خاص على الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تعزز مكانة الشعب الصحراوي في المجال القانوني الدولي. مع تنسيقية أصدقاء الشعب الصحراوي على مستوى إسبانيا كان فرصة لبلورة العمل على مستوى الساحة الإسبانية وطرح برنامج العمل الأشهر المقبلة بما يتعلق خصوصا بتظاهرة مدريد يوم 16 نوفمبر، وكذلك مشاركة إسبانيا كدولة في الكوك المقبلة في البرتغال في عاصمتها لشبونة، وكذلك يعني طرح خطة عمل للسنة المقبلة انطلاقا من الوضع السياسي الحالي والقانوني اللي يتمر منه القضية الصحراوية، وكانت فرصة لتجديد دعم ومساندة حركة التضامن الإسبانية لكفاح وصمود الشعب الصحراوي حتى نيل حقه في تقرير المصير والاستقرار التام. احتضر البرلمان البريطاني ندوة حول الصحراء الغربية على ضوء الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية. الندوة نظمتها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة. أهم ما تطرقت له الندوة في هذا التقرير. احتضن البرلمان البريطاني ندوة حول الصحراء الغربية أمس الاثنين على ضوء الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي تقضي ببطلان اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. الندوة التي نظمتها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة حضرها النائب المستقل جيرمي كوربين ورؤساء الجمعيات المنظمة وأعضاء من السلك الدبلوماسي وصحفيين وطلبة وعديد من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، إلى جانب جمع من المتضامنين والجالية الصحراوية في المملكة المتحدة. وقد شهدت الندوة تقديم عرض مفصل عن أبرز النقاط التي تضمنتها أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر الجاري، ألقاها الناشط المحفوظ محمد لمين بشرة. وخلال مداخلته استعرض المحفوظ أهمية هذا الحكم باعتباره نهائي وغير قابل للطعن، مؤكدا على المرجعية القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار، مبرزا تأكيد المحكمة على مبدأ موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقية تشمل ثرواته الطبيعية. وهذا للموافقة يضيف المتحدث، التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق ممثل الشرعي والمعترف به دوليا جبهة البوليساريو. العرض تطرق كذلك إلى وقائع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، أين تم استعراض أبرز الانتهاكات الموثقة في التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وفي كلمته الختامية أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة سيدي بريكا شكر الجمعيات الخمسة التي نظمت الحدث، وأثنى على التضامن الراسخ واللامشروط للصديق الشعب الصحراوي والأوفياء النائب جيرمي كوربين، وشكر كذلك جمعية الحملة من أجل الصحراء الغربية
مضيفا بالقول: نثمن عاليا المجهودات الجبارة التي قامت بها حركة التضامن مع قضيتنا العادلة منذ نهاية السبعينيات، وبالخصوص عندما قررت جبهة البوليساريو التصعيد في المعركة القانونية. انخرطت الجمعية في المصاهرة وبقوة، وواجهت الحكومة البريطانية بقوة القانون رغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانيات، لكن سلاح عدالة القضية كان حاسما. وأكد الدبلوماسي الصحراوي على أن الأحكام القضائية الصادرة مطلع الشهر الجاري من محكمة العدل الأوروبية تشكل انتصارا عظيما للشعب الصحراوي. في جلسة عامة متوترة لبرلمان جزر الكناري، طالب النائب عن حزب كناريا الجديدة السيد لويس كامبوس طلب بتصحيح موقف البرلمان والالتزام بالموقف الذي دافعت عنه جزر الكناري تاريخيا، خاصة وللالتزام التاريخي للجزر الكناري إزاء الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. فجاء رئيس حكومة الجزر الكناري فرناندو كالفيخو مؤخرا الجميع بتبني أطروحات المغرب التوسعية بشأن الصحراء الغربية. هذا التغيير الجذري في الموقف الذي يمثل انتهاكا خطيرا للشرعية الدولية كان رضوخا صريحا وعلانيا للضغوط الدولية التقليدية والابتزاز الذي تمارسه المملكة المغربية التي لا تؤثر أفعالها وسياستها على الصحراء الغربية التي تحتلها فحسب، بل لها أسقاطاتها وامتدادها على الجزر الكناري وجميع شعوب المنطقة. هذا الموقف الجديد لرئيس حكومة جزر كناري أثار موجة عارمة من الغضب والإدانة من قبل القوى السياسية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكافة الشعب الكناري الذي منذ الاجتياح المغربي للصحراء الغربية ظل يدافع بفخر عن الشعب الصحراوي ويساند ويدعم نضال كفاحه العادل من أجل تقرير المصير والاستقلال. Presidente del Gobierno de Canarias perdió una extraordinaria oportunidad de desmentir que se alinea con las posiciones de Pedro Sánchez, que no del Gobierno de España ni del Parlamento español. Ha reafirmado que no Canarias renuncia a tener mantener sus posiciones históricas de solidaridad, de hermandad con el pueblo saharaui y que por el contrario se pliega a las presiones del gobierno marroquí. Muy mal camino para nuestras relaciones históricas con el Sahara, pero muy mal camino también para las Islas Canarias. Soy Conchi Rey y pertenezco a la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Yo me encuentro por fuera del Parlamento, bueno, ahora por fuera, pero hemos venido a escuchar una explicación del presidente de gobierno acerca de su posicionamiento a favor de la autonomía en el Sahara Occidental. Una traición que ha hecho en su propio nombre, porque nunca el pueblo canario hemos estado a favor de esa autonomía. Creemos que nuestros hermanos y hermanas saharauis se merecen realizar ese referéndum, ser legítimos dueños del territorio del Sahara Occidental, y este señor, la explicación a la pregunta de que por qué lo ha hecho, pues nada, se ha evadido por donde ha querido. Creo que no es justo que el pueblo canario tenga un presidente como este. El pueblo canario con el pueblo saharaui y con el Frente Polisario. وفي جلسة عامة متوترة لبرلمان جزر كناريا طالب النائب عن حزب كناريا الجديدة السيد لويس كامبوس كالفيخو بتصحيح موقفه والالتزام بالموقف الذي دافعت عنه كناريا تاريخيا والمتمثل في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال احتراما للشعب الكناري وللكناريين الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الشعوب المضطهدة وخاصة الشعب الصحراوي. وتساءل النائب عن حزب كناريا الجديدة كيف لعضو في الحزب الاشتراكي الإسباني إذا كان مقتنعا بقرار سانشيز فليحتفظ به لنفسه، لكن ليس من حقه أن يركع للمغرب ويتخذ موقفا ينتهك الشرعية الدولية والقانون الدولي ويدوس على إرادة الشعب الكناري ليقف إلى جانب الاحتلال وقمع الحريات وانتهاك الشرعية والقانون الدولي واحتلال أراضي الصحراء الغربية المحتلة وتشريد شعبها. Hoy le hemos preguntado al presidente del gobierno de Canarias en el Parlamento si es verdad el cambio de giro lamentable, la traición al pueblo saharaui en su reciente visita a Marruecos. Allí expresaba que el gobierno de Canarias asumía enteramente las posiciones del gobierno español con respecto a la situación del Sáhara Occidental. En definitiva, asumir la marroquinidad del Sáhara, algo que va en contra de las posiciones históricas del Parlamento de Canarias a lo largo de toda su historia por unanimidad. Algo que va en contra de las decisiones de los 7 cabildos insulares, algo que va en sentido contrario de los 88 ayuntamientos de Canarias. Pero es más,
algo que va en contra de la posición de todos los gobiernos de Canarias a lo largo de su historia. Lo que ha hecho y hoy ha refrendado lamentablemente el presidente Clavijo es una traición, por supuesto, al pueblo saharaui, pero como digo, a todas las instituciones canarias, a la sociedad canaria, es una traición a los derechos humanos, al derecho internacional, a las resoluciones de las Naciones Unidas y al derecho a cualquier pueblo a su autodeterminación, pero de manera muy especial a nuestro pueblo hermano. Le hemos dado la oportunidad de rectificar esas palabras y lamentablemente no lo ha hecho. Le digo al pueblo saharaui que Canarias va a seguir manteniéndose firme a pesar del impresentable del presidente de su gobierno. En este momento él solo representa su voz, pero no representa la voz del conjunto de la ciudadanía, al igual que cuando Pedro Sánchez hizo también esa traición al pueblo saharaui, no era la opinión ni era el sentir del conjunto de la sociedad española, sino de la parte del gobierno que él representaba. Vamos a seguir exigiéndole que no claudique al presidente del gobierno de Canarias, que no se someta al chantaje marroquí, primero porque no sirve de nada y segundo porque en política se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer nunca, bajo ningún concepto, es renunciar a los principios y mucho menos si esos principios atentan contra los derechos de otro pueblo como es el pueblo saharaui. وأضاف ممثل حزب كناري الجديد أن ما فعله خلال زيارته للمغرب هو خيانة تاريخية للشعب الصحراوي الشقيق وللمواقف التاريخية لهذا البرلمان ولجميع حكومات كناريا عبر تاريخها، وخيانة لحقوق الإنسان والشرعية الدولية ونضال جميع الشعوب من أجل تقرير مصيرها. وبعد مغادرته القاعة، أراد لويس كامبوس أن يبعث برسالة إلى الشعب الصحراوي من خلال التلفزيون الصحراوي، مؤكدا أن كناريا ستواصل الصمود والوقوف إلى جانب الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي، وأن رئيس الحكومة الكنارية يمثل صوته فقط ولا يعكس موقف المواطنين برمتهم، وكما هو الحال عندما ارتكب بيدرو سانشيز هذه الخيانة للشعب الصحراوي فإن موقفه لا يمثل رأي ومشاعر المواطنين الإسبان بل فقط الجزء الذي يمثله من الحكومة. وجه رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا رسالة إلى الرئيس الفرنسي يطلعه من خلالها على الأوضاع بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب الذي يمنع الوصول إليها على المراقبين الدوليين ويحاصرها عسكريا وإعلاميا ليرتكب جرائمه دون شهود. قبل الزيارة التي سيقوم بها إلى دولة الاحتلال والإجرام المغربية، وجه رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب أفريقيا رسالة إلى الرئيس الفرنسي يطلعه من خلالها على الأوضاع بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب الذي يمنع الوصول إليها على المراقبين الدوليين ويحاصرها عسكريا وإعلاميا ليرتكب جرائمه دون شهود ضد شعب أعزل يطالب بحقه النابع من الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار والاستقلال. وتوضح الرسالة أنه منذ يناير 2014 قامت السلطات المغربية بطرد 296 مراقبا دوليا من 21 جنسية جاءوا من 4 قارات للاطلاع على وضعية شعب آخر مستعمرة في أفريقيا والمحروم من التعبير عن إرادته وممارسة حقه في تقرير المصير. هؤلاء النساء والرجال الذين طردوهم محامون ومسؤولون منتخبون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومصورون وما إلى ذلك، وبالتعاون مع رابطة حماية السجناء الصحراويين تحتفظ جمعيتنا بقائمة اسمية لعملية طرد هذه، وهم يتوزعون حسب بلدانهم كالآتي: النرويج 129، إسبانيا 105، السويد 9، فرنسا 6، إيطاليا 6، الولايات المتحدة 6، بولندا 5، المملكة المتحدة 4، تونس 4، الدنمارك 4، هولندا 2، ليتوانيا 2، كندا 2، اليابان 2، سويسرا 2، الصين 1، البرتغال 3، أوكرانيا 1، بلجيكا 1، ألمانيا 1، فنلندا 1. بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، منعت سلطات الاحتلال المغربية 7 منظمات غير حكومية من 6 دول من الوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة، وهم منظمة هيومن رايت ووتش ومؤسسة كارتل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة اللعن في الإسبانية ومنظمة محامون بلا حدود البلجيكية ومنظمة فريدريتش نومان شتيفتونغ الألمانية ومنظمة العفو الدولية لندن وحرية الصحافة لا محدودة هولندا.
وهذا الحذر على حرية التنقل في الصحراء الغربية المحتلة والذي يساهم في فرض حصار إعلامي ينطبق أيضا على مسؤولية الأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي لم تسمح لها المغرب بالوصول إليه للسنة 9 على التوالي. وهذا ما ذكره الأمين العام في تقريره المؤرخ في 1 أكتوبر 2024 والذي يجب أن ينظر فيه مجلس الأمن في القسم المخصص لحقوق الإنسان، حيث يذكر أيضا الظروف المأساوية التي يوجد فيها المعتقلون السياسيون الصحراويون المؤسفة حقا والتي تشكل قلقا بالغا للجميع. وتذكر الرسالة الرئيس ماكرون بما كتب الأمين العام للأمم المتحدة أن المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمنتظمة لحقوق الإنسان ضرورية لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية. وفي الختام، طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب أفريقيا من فرنسا التي تفتخر بكونها دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تقترح على مجلس الأمن الذي سيقرر قريبا تجديد بعثة المينورسو أن يضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية مهمة مراقبة وحماية حقوق الإنسان أو على الأقل تقدير عدم الاعتراض عليها، مذكرة بالمادة 6 من القرار 15/14 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستغلال للشعوب المستعمرة، والتي تقول أن أي محاولة تهدف إلى تدمير الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لبلد ما جزئيا أو كليا تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والانحراف عن هذا المنطوق يعني إدامة هذا الصراع من أجل إنهاء الاستعمار وإطالة أمده لعقود أخرى. نختم بالملف المغربي، حيث يوما بعد آخر يتفاقم وضع المغاربة سوءا وينتشر الفقر في ظل المديونية الثقيلة التي تئن تحتها الحكومة والميزانية المغربيتين، فيما يعيش الملك ووزيره الأول مراتب عليا في الغنى والرفاهية. المغرب أكثر البلدان المثقلة بالديون، فهو يحتل المرتبة 17 من أصل 20 بلدا الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، والخامس إفريقيا لسنة 2022، والثاني عربيا بعد مصر من حيث دونه الخارجية. ويأتي البنك العالمي على رأس مقرض المغرب بحوالي 77 مليار درهم، ويليه البنك الإفريقي للتنمية بحوالي 44 مليار درهم، مما يمنحهما الأولوية في إملاء ومتابعة تنفيذ سياستهما النيوليبرالية بما يخدم مصالح الدائنين والدول الإمبريالية والرأسمال الكبير، إلى جانبهما صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الأوروبي للاستثمار. ومع استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية المحتلة وارتفاع متطلبات اللوبيات وسياسة شراء الذمم ومراكز الدراسات الوهمية والمخبرين والمجندين وسياسة الجوسسة في محاولة لتشريع الاحتلال، أقرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن حجم دين الخزينة بلغ حوالي 1010 مليار درهم في يونيو 2023، مرتفعا بما قدره 58 مليار درهم، وبلغ حجم الدين الخارجي منه 244 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2023. هكذا لم يصبح المغرب سيدا على بلده، ووجد الشعب المغربي نفسه في دوامة جهنمية لن تنتهي، وأصبحت الحصيلة كارثية على عامة الشعب المقهور، فارتفعت الأسعار وأساسا المواد الأساسية والمحروقات، وتقلصت الأجور، وتفشت البطالة، وانتشر الفقر، وتردت المرافق الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات، وتدنت خدماتها الاجتماعية، واكتوت الجماهير الشعبية المغربية بنار قلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
كل هذا وملك المغرب خامس أقنياء الرؤساء والملوك عبر العالم ورئيس الحكومة المغربية أقنى أقنياء إفريقيا والشرق الأوسط والهولدنج الملكي يخنق أنفاس المقاربة ولم يعد من حل أمام الشعب المغربي المقهور والجيش المغربي بشكل خاص غير إسقاط النظام. كملت ملفات هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.